قام مؤخرا المدير العام للشركة الوطنية التشادية للمحروقات برفقة بعض الخبراء الصينيين بزيارة ميدانية لمنطقة سيديغي البترولية بإقليم كانم، وذلك بهدف استئناف سير العمل في شهر أكتوبر المقبل. تقرير رمى جبريل أنجني. تفصلهم أيام قليلة للبدء بالعمل في حقول سيديغي البترولية التابع إداريا لمركز إداري ريغريك بإقليم كانم، في حين أن العمل توقف في حز الحقل البترولي لمدة دامت أكثر من 40 عاما. الدراسات الاكتشافية لحقول سيديغي البترولية جرت في العام 1974، ومنذ ذلك التاريخ هناك محاولات عديدة قامت بها السلطات العليا للبلاد لاستخراج وإنتاج هذا النفط والغاز، ولكن جميعها باءت بالفشل. انتظار دام أكثر من 4 عقود، فتأتي محاولة أخرى مشتركة من طرف الشركة التشادية للمحروقات مع شركتين صينيتين لاستخراج النفط والغاز معا لإعادة الكرة، أملا في أن تكون هذه المرة محاولة ناجحة. ولأهمية الموضوع جاءت الزيارة، زيارة يتزعمها المدير العام للشركة التشادية للمحروقات الطاهر حامد ومدير البحث والإنتاج زكريا يحيى صابون، وكذا عدد من الفنيين والخبراء الصينيين. الاطلاع عن قرب لإجراء فحوصات شاملة لمعرفة مدى صلاحية هذه الأجهزة والمعدات المتبقية، وهذا ما يسمح لنا باستقلال هذا الحقل. ويضيف المدير العام طاهر حامد إن إحياء هذه المنطقة يكون له انعكاسات إيجابية على السكان المحليين في المجالات الصحية والتعليمية، كما توجد هناك فرص عمل واسعة لأبناء المنطقة والتشاديين أجمع. هذا كما تم تنظيم سلسلة من اللقاءات التشاورية مع المسؤولين الإداريين المحليين والأسكريين والشيوخ التقليديين، بالإضافة إلى حضور كبير من السكان بهدف توئيتهم وإخبارهم بأن العمل سيبدأ في حقل سيديغي البترولي في شهر أكتوبر المقبل ويستمر لمدة 18 شهرا. وفي هذا الشأن يستدعي الأمر من الجميع إبداء تعاونهم الكامل لتحقيق وإنجاز هذا المشروع العملاق.